علشان كده أنا محتاجة أكون متأكدة أكتر من مسألة هل بالفعل الموازنة الجديدة فيها الزيادة دي، ولو هي فيها الزيادة دي هتبقى المسألة معمولة إزاي. طيب خلوني أتواصل مع النائب محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة. سيادة النائب خليني أقول لحضرتك، يعني الموازنة أصبحت لديكم وربما يعني ليس بخفي، لأنه لدينا تصريح من وزير المالية بيقول إن في زيادة في مرتبات الموظفين. هل نقدر نعرف نسبة الزيادة دي، وهل الزيادة موجودة بالفعل ولا لأ، وهل الزيادة هتبقى مربوطة بقطاعات دون قطاعات، أم هي زيادة قطعية برقم محدد؟ لا طبعا الزيادة قطعية برقم محدد، يعني اعتقد ان احنا بنتكلم على استهدافات زيادة في حوالي 7% في الاجور من موازنة العام الماضي. يعني 7% من 1/7 هتكون للموظفين والمعاشات. لا انا ما اقدرش، لا انا ما انا لا ده ده ده, ده انا ما اقدرش اقول حاجه بشكل، انا بتكلم على الرقم، يعني بتكلم على الرقم من 209 ومن 252 ل 200 ل 200 حاجه و70 مليار. انا بتكلم على الموازنه لكن ما عنديش التفاصيل بتاعتها حتى هذه اللحظه. انا بتكلم على الموازنه كركن من اركان الموازنه، هي الزياده في الجزء الخاص باستقطاعات الرواتب، لكن ترجمه ده كزياده سنويه وزياده قد ايه بالظبط والنسبه زياده قد ايه، لان احنا بنتكلم على في ناس هتخرج الى المعاش، فما عنديش الرقم اللي يقدر يقول لي الزياده نسبتها قد ايه كموظف. طب خليني استوضح من حضرتك نقطه، وطبعا انا مش متخصصه فبستوضحها بجد. الزياده ما بتكونش يعني مثلا 7% كده، لكن هي بتكون طبقا للعلاوه اللي المفترض ان الرئيس بيقرها. يعني انا فاهمه صح ولا غلط؟ لا الموضوع ما بيمشيش بالشكل ده. يعني هو انت بتحط مخصصات للجزء الخاص بالاجور. نقول مثلا ان الجهاز الاداري الدولي اللي هو بيخص المخصصات ديت، مثلا كان في هذا في العام المالي مثلا 5.5 مليون موظف، في العام المالي الجديد هيبقى 5.1 مليون موظف، مثلا بنقص 400,000 مثلا موظف على الثاني. ما اقدرش انسب الرقم ده بقت الزياده نسبتها نفسه قد ايه، يعني نسبه العلاوه واقرار نسبه العلاوه ده امر منفصل. يعني اقرار هنا على، طب معلش لحظه واحده بعد اذنك، اقرار نسبه العلاوه ده هيكون امر منفصل، يعني ده حضرتك بتوافقني فيه ان احنا لسه هنعرفه لما الرئيس يعلنه؟ طبعا لجنه الخطه الموازنه ما بتقرش زياده في الـ في الـ في, الـ في الـ يعني ما بتقرش زياده في الرواتب، احنا بنبص على موازنه الرواتب، لكن الزياده السنويه يبقى نسبتها قد ايه؟ طبعا بتتحرك في ضوء المخصصات الموجوده، يعني في سنين انا فاهمه ده اللي خلى حضرتك تقول انها قرابه 7%، لكن الرقم الفعلي ده اللي هنعرفه بعد كده من الرئيس. ممكن يكون اكتر كمان، لان يكون اكتر. طبعا طيب ومش اول مره يحصل الكلام ده، لانه حصل قبل كده في المعاشات مخصصات، كان في من بعض المخصصات من القراءات الاوليه كانت لا تستطيع ان توفي بهذا الموضوع، بعد كده بيحصل تعديلات بقى. يعني اي طبعا، لانه العناوين المنشوره يعني في الصحافه المصريه يا فندم قالت ان زياده جديده في علاوه المرتبات والمعاشات يوليو القادم. طيب عايزه اسالك على نقطه بتشغل المواطن المصري شويه كمان مهمه، 1/7 هيكون رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، واحنا كشعب مصري عارفين الكلام ده. المصريين عايزين غير الزيادة اللي تم الإعلان عنها دي دون تحديد النسبة، احنا بنأمل ان المرة دي يبقى عندنا ضبط حقيقي للأسواق. هل ده جزء من اللي حضراتكم في المجلس وفي اللجنة بتشتغلوا عليه؟ لجنة الخطة الموازنة معنية بالمقام الأول بمناقشة الموازنة، عملية ضبط الأسعار أو ضبط الأسواق أو مثل هذه الآليات هي آليات رقابية بحت. خلينا نتكلم إن لما بيحصل زياده في سعر الطاقه بيحصل ما يعرف بالاصل التضخمي لسعر الطاقه. في الموازنه العامه هنا مفترضين حوالي 18% تضخم في العام المالي، العام المالي القادم، وده بيفترض بالفعل ما يحصل تحرير او تحريك في سعر الطاقه. طبعا تحريك سعر الطاقه في حد ذاته سواء كان المحروقات او اسعار الكهرباء ما بيبقاش له نفس الاثر اللي بياخده مثلا الامر زي تحرير سعر الصرف او كده،
لكن اعتقد ان احنا ممكن نكون امام يعني في حدود من 8 ل 10% زياده اذا حصل تحريك كبير في سعر الطاقه. طبعا فكره تحريك سعر الطاقه موجوده عشان ما نبقاش نضحك على بعضها، موجوده في الموازنه لان في انحصار اصلا في الرقم الدعم المحطوط للمحروقات مقارنه بالعام المالي الماضي. خليني اشكر حضرتك يعني عضو لجنه الخطه والموازنه النائب محمد فؤاد. احنا عندنا معلومتين اللي يخصونا بعيدا عن التخصص الدقيق جدا، انه في زياده هتقر والموازنه قالت الكلام ده، نسبه الزياده متروكه الى اللحظه الاخيره وهتكون من صلاحيات الرئيس. عندنا كمان المعلومة اللي احنا عارفينها من السنة اللي فاتت، علشان الإشاعات هتشتغل على حاجات كتيرة جدا، وهنرجع تاني نفكر حضراتكم احنا كمصريين بالإضافة لزيادة المرتبات هيبقى عندنا طموح في الجزء الرقابي للأسواق، وعلينا لازم طول الوقت نفكر نفسنا بالكلام ده. احنا كمان هيكون علينا حاجتين مهمين جدا، رفع الإنتاجية، لازم نقدم نفسنا كدولة منتجة مش دولة لسه قاعدة مستنية. اتنين، لازم نعيد مرة أخرى تقديم المواطن المصري، الموظف المصري، العامل المصري أنه تنافسي. يعني لما يتقدم لوظيفة في أي حتة في الدنيا اتنين، يبقى العين عليه لأنه يعني كفاءة، قادر على إشغال ساعات العمل بشكل حقيقي، بيجيد مهارات عديدة وهكذا.